موضوع معدات الأكسجين يلي فيه طلب كبير عليها بهذه الفترة مع تزايد أعداد الإصابات. ست سلمى صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. بداية مثل ما قلنا طلب كبير على الأكسجين، هل في نقص على هذا الصعيد؟ أكيد في نقص، نعم، لأنه المعدات الطبية من الأساس منا مدعومة، لا هي ولا قطع الغيار من مصرف لبنان. ونحن الشركات كان عندها شوية مكانات عم بس بالهجوم اللي صار بالأخص إعلاميا، أنا حابة هون ضوي على نقطة أساسية، إنه اليوم في كتير عالم بين 50 أكثر ل 70% من الأشخاص عم بيتصلوا ليطلبوا المكانات ليحطوها ستاند باي، وهيدا الشيء عم بيشيل من درب الناس اللي فعلا عايزة أكسجين، عم بيصفي الشخص اللي عايز ما بقى في مكانات. أنا بتمنى بس على الشخص يلي فعلا عايز يتصل، نحن رح نطلع لائحة اليوم بكل الشركات يلي عندها أكسجين وأكسيميترز لحتى يصير الاتصال دغري مع الشركات اللي ضمن النقابة، اللي إذا بدك مفروض هي تكون عم بتسلم ونهرب من السوق السوداء. نعم. والأشخاص يلي جايبينها ستاند باي لازم يعتبروا إنه عم بيشيلوا هيدا الشيء من درب مريض ويمكن يموت، لأنه هنا حاطين عندها صعيدية بركي صار شيء. نعم، إذا ما حدا يطلب أكسجين إلا للي هو فعلا بحاجة له، وإنما هي بتصير عملية شراء الآلة أو استئجارها من الشركات. هي قبل كانت في ناس كانوا يشتروها لانه بيكون عندهم علاج دائم، هيدي كانت تشترى بالاول للعنايه بالبيت، الناس اللي بدها اكسجين بالبيت، في ناس كانوا ياجروا او يستاجروا، في ناس كانوا يشتروها اذا عندهم علاج دائم، بس هلا في هجوم مش طبيعي، وبقول لك اياها بصراحه عم بيصير في سوق سوداء، يعني في ناس عم تتصل لتشتري المكانات لترجع تبيعها باضعاف الاسعار، مشان هيك نحن رح نطلع لائحه تحت اسم النقابه بالشركات الشركات المخولة تبيع المكانات ويكون عندها متابعة لموضوع إذا صار في أي شيء ويصير في ملاحقة إذا صار في غلط. وبنفس الوقت كمان بتمنى، لأنه الشركات حاطة طلبيات، بتمنى على مصرف لبنان وعلى الوزارات المعنية تساعدنا أول ما توصل المكانات نظهرها بسرعة، مش تاخذ جمعتين وثلاثة وأربعة المعاملات، لأنه هلأ في حالة طارئة. وبتمنى كمان على المواطنين يكون عندهم حس الوعي والانسانيه، ما نفكر بانانيه ونقول انا بدي اجيب المكنه واحطها عنده واخذ لها غبرتها وغيره يمكن يموت لانه ما عنده اياها. نعم، يعني بالنسبه للاجراءات يلي عم تطلبي من مصرف لبنان انه يسرعها، انتم حاليا عندكم مخزون ممكن يؤدي قد ايه؟ يعني لانه عم تحكي عن في طلبيات جديده، المخزون الموجود حاليا قد ايه ممكن؟ ما بقى في مكانات، يعني اليوم المكانات الموجوده عم اللي بالاجار عم بتصير تتنقل من واحد لواحد واللي من بيع لبيعي، بس في شركات انا تواصلت معهم كلهم امبارح، في شركات طلبياتهم على الطريق واصله، يعني اسبوع الجاي المفروض تكون صارت هون. نعم. مشان هيك عم بنادي بالاخص على الوزارات المعنيه، لانه عن حالتين مصرف لبنان نتمنى انه يغطيها ليصير في طلب ثاني وثالث، طلب ثاني وثالث وراه، بعتذر. طلب ثاني وثالث وراه كرمال يقدروا يتسهلوا الشركات بتطليع البضاعه، بالاخص اذا بدي اقول الجمرك او قصه المعاملات بوزاره الصحه، يعني بمعنى ثاني البحوث والبحوث اللي بتاخذ جمعتين وثلاثه، يطلعوا المكنات يسلموا العالم ويظبطوا الفواتير على قليل من مهلهم ويكون في المراقبه اللازمه والمطلوبه. بس اليوم في وضع استثنائي، هالمكنات ما فيها تنطر على الباور وعلى المطار جمعتين وثلاثه والوقت العالم عايزه نقطه اكسجين لتبدا. طيب ست سلمى، اليوم الناس يلي بحاجه لاكسجين وعم نشوفهم مثل ما كنا عم نقول ببيوتهم، يعني عم بيضطروا يستعملوها ببيوتهم، كيف بيطلعوا على اللائحه يلي تفضلتي وحكيتي عنها يلي رح تنشروها؟ كيف ممكن يعرفوا على اي ارقام لازم يتصلوا؟ مين هي الشركات؟ من وين ممكن يحصلوا؟ لانه عم بيكون في بلبله بهذا الخصوص. 100% في لائحة تداولت امبارح على التواصل الاجتماعي. صحيح. منا كثير دقيقة، الأسامي الشركات منا دقيقة وأرقام التليفونات منا دقيقة، مشان هيك نحن قررنا كنقابة اليوم عم نشتغل إلا من امبارح على هذا الملف، رح نطلعه اليوم ورح نبعث لكم إياه على وسائل الإعلام ورح ينحط على السوشيال ميديا كلها لحتى يكون طالع تحت اسم النقابة بالشركات المفترض هي تكون مسؤولة عن توزيع هدول المكانات، وما يصير في سوق سوداء والعالم لسوء الحظ تستغل الوضع ما هو وضعنا بالبلد. نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، شكرا لك على هذا التوضيح.